شغل دايما وفي قاعده العرض، فده كانه حته بسيطه من وجودي هنا. هناك الرجاله بتبدا الاول وبعدين الستات، عشان كده ما تلاقوش السيدات موجود هنا. قبل ما جيت بقى لو شكلي كان صغير شويه، لحقت المحبوب في الثقافه، وهنا انا بعزز ازاي انهم بيهتموا بالاطفال، وازاي انه كان الحقيقه محبوب بيجي باستمرار سواء ورش عمل. هنا بقى بدايات الترحيم، السيده حنان شلبي وكيل الوزاره، طبعا يخلفها استاذنا احمد درويش، وهنا شاعرنا صبري ابو علم، وبعض الاحتفاليات والمعارض واصل التذوق معنا الاستاذه حسناء الشده. طبعا احنا كمجلس استشاري كنا بنغطي كل الفعاليات مش الفن بس، وكنا طبعا بندعمهم، فكان بيبقى في مسرح الطفل زي ما احنا شايفين، كنا بندعمهم بالهدايا وان احنا نشوفهم وان احنا ناخد بالهم وان احنا نوجدهم على الساحه، وده دور كان النهارده بيحكي فيه الاستاذ احمد. حتى المزيكا حتى كده ازاي ان احنا كل صغيره وكبيره الحقيقه كنا بنحترم. هنا الاستاذه حنان وطبعا مدير المديريه الاستاذ حنان، وازاي كان اطفال الايتام احنا برضه كنا بنحييهم والى اخره، وعارفين وضع الايتام بيبقى ازاي من المجال. هنا اهتمامات الطفل والشباب كبيره جدا في كل مجالات، يعني طبعا عندي ورش اساسيه بشرف ان انا من 2004 ورشه في مركز اسكندريه الابداع للان. ورشه مجانيه وحيده في مركز اسكندريه الابداع، انا عاملاها دعم للاطفال وللشباب في خانتين رئيسيتين، البيبر لانه بينفع لكل الاعمار والكلي بينفع لكل الاعمار. طبعا عندنا كرومي وعندنا كل حاجه، لكن دول الخانتين اللي لكل الاعمار، طبعا كل عمر بالخصائص بتاعته. انا حتى مقتطفات هنا ده من اللي هم عندهم ذوي احتياجات خاصه، انا بقول وبنسميهم مننا ورايح ذوي القدرات. ده عنده 40 سنه والحقيقه عمره الواقعي كانه 8 سنوات. فازاي احنا بندعمه عشان يبقى عنده توافق ذهني عضلي، وازاي انه يمارس ويحسه على الاقل هم حاطين له المعرض. انا بحيي التلفزيون ولو انه ما حدش دعاه النهارده. الاستاذ الدكتور مدحت مدعتنا بيجي كتير يغطي قد ايه. طبعا الاعلامي معانا الجميل، معانا مين يا دكتور مدحت؟ دكتور طارق. دكتور طارق. وازاي ان هم مهتمين الحقيقه فيهم، وده اهتمام مننا، يعني التلفزيون ما بيجيش من نفسه على فكره. احنا بنطلب هنا ورش الكبار، بوري نماذج فيها، سواء انا بتنقل احيانا ما بين الدروس صور، ما بين الروسي، ما بين الاقليم، ما بين اصول الثقافه كلها، فاحنا بنوري هنا نموذج، ومن بين متحف محمود سعيد نموذج لازاي اهتماماتنا. كان زي ما بقول تيمه النهارده انعكاس دور المراه، فده نتائج بتيجي، ومش كفخر، انا طبعا افتكر انه كله فور فري، يعني حتى لما كان بيبقى فيه مكافآت احنا كنا بنسيبها للخامات، بنسيبها لحاجه، ده اقصى حاجه عندنا بلدنا. يعني هنا كده زي ما شايفين انا حتى بسرعه بعملها صور شباب عندي من كليات الفنون بيزودوا خبرات او بيحسنها لو هو لسه بيدرس، وفي شباب خرجان دي طبيبه ما شاء الله دلوقتي في امريكا بتعمل الماجستير بتاعها، وقايلين ان اولادنا لما بيلاقوا حاجه فن حتى لو ما كانوش فنانين. هنا هنفرش عقلية اول ورش طبعا بحكي فيه كمان الادوات وكذا، يعني زي ما انتم شايفين عندي طبعا الروج ده بقى صوبين ثلاثه كده، يعني ما اقصدش بس البيبر والكلام، يعني انا كاستاذه لو تركت خريجه الفنون فهنا عندنا برضه يعني خريجه فنون من زمان وبطلت الدوله. انا دائما لما يكون في معارض نخلي الشباب لازم يروح، كانه بالضروره يروح ويعمل لي تقرير عشان اعرف ان راح، كان شاف ايه، عجبه ايه، ما عجبوش ايه. هنا بقى في التقرير احنا عملنا مش هوقف بس، احنا عملنا حاجه جميله قوي وهي كانت السيدات، يعني انا النهارده بركز كان الاستاذه حسناء الله يعافيها يعني قسم الثقافه والتذوق، وعملنا حاجه اسمها الاصدقاء، جماعه الاصدقاء، احنا مع نفسنا، وحبينا نكرم بعض الشعراء والادباء اللي هم كانوا معانا في الاقليم او في غير الاقليم. تكريم رسمي يعني بنحط قاعات اماكن رسميه، ده الاستاذ صبري عالم وعارف عمل تكريم انا والزملاء، ودي مبتدئه لا بنقوله هديه على الناس، يعني في يوم التكريم بتاعه. هنا الدكتور رفيق وده رئيس اتيليه اسكندريه وكبير جراحين، رئيس اقسام الجراحه ونقيب الاطباء في اسكندريه، وكان في حفل
دقايق. محمد سيد عيد نائب رئيس هيئه اصول الثقافه كاتب وكاتب الكبير اللي عامل ام كلثوم واللي عامل قاسم امين. قاسم امين سيده زوجته وانا في احتفاليه تكريمه ليه، والحقيقه شرفت البورتريه اللي انا رسمته. حضرتك رسم البورتريهات؟ شوفي الاهتمام قد ايه بشغلهم، وانا صراحه سعيده
فيه. معرض يبقى خاص مع احترامي دايما ادعو ان ما يبقاش في معرض في حته قص ولزق وحته خرز وحته انا ما شفته انه مش عامله كده. يعني ما بيبقاش كده في هاند كرافت في كذا ما بيبقاش الحاجات اللي ساعات بشوفها المدارس ولو اني عندي التطوير التعليم الا ان الدنيا بتقوس ببطء يعني نغير لحد دلوقتي من اول اولى ابتدائي لحد ثانوي يجوا في العيد يعملوا فانوس ورمضان وما اعرفش اعملوا ايه والخروف ايه الحقيقه شيء شويه مؤذي يعني. ده اشرف مرسل لبنان وهو صديق عزيز عليا والسيده وكيل وزاره الثقافه للشؤون الادبيه والمسابقه جايه من مصر خصيصا للافتتاح السيده فينوس فؤاد ومشيت في ذات اليوم. يعني قد ايه الناس بتبقى معتديه في الرب الروادي بنفس ذات المعرض في مركز الروس. هنا كان في توأمه ما بين اطفال الجاليات الروس والمصريين. كنا عاملين ورشه الاطفال الروس اللي قاعدين هنا الجاليه والمصريين، ده المعرض بتاع اول يوم بتاع الجاليه الروسيه وهنشوف الورك شوب بتاع ولادنا. ده الفنان الروسي اللي كان عامل معايا توأمه التجربه دي يعني. وده طبعا قنصل روسيا او ده قنصل روسيا اللي بعد اللي شفتوه الاولاني شعر اسود ده اللي بعد يعني داتا طويله بقى. هنا بقى اولادنا المصريين كان يوم بيعملوا ورك شوب في ذات المكان وحبيت ان احنا نوريه. طبعا في مدرجم عشان روسي وسماجلنا طبعا محمود بيشا شركة عارف الموجودين وازاي كانت التجربه ناجحه. في الاخر اعطيناه سوفونير من شغل اولادنا انبسطوا هو وزوجته. ده اهداء من مصر وانبسط ان الخامه مصريه طبيعيه والحاجه سينيه كان او بمعنى اصح اوريجينال حاجه واحده. وهو اهداني ازاي الجاليه عايشه في مصر اتاثرت بالفن الفرعوني. لو تلاحظوا الصوره رسمين واحده منهم. هنا كان معرض في الجامع وزي ما شايفين جامع الحجازي اشوف ايه شام سعودي ولا ده مين فيهم حد يلحقنا مش شام سعودي علي فنون جميل يعني كانوا هنا الاميره حصه سالم الصبع كانت جاهله رئيس جمعيه سيدات اعمال العرب وبالتالي كانت جايه تكرم سيدات الثقافه وسيدات الاعمال. صح يا استاذه ذكرى الثقافه جابتهم من القديم وحتى انا مش حافظه اساميهم الحقيقه كانوا بيكرموا ده. كانت الاحتفاليه كلها ما فيهاش الا رئيس الجامعه عبد الله والمحافظ ومدير المركز وكل السيدات واشرف ان المعرض بتاعي ده شغلي. المعرض كان لازم يبقى بتاع السيده فده شغلي على الحيطه وفاجئتها بكوارتري في نهايه طبعا ما رضيتش احطه على الحيطه وديت حامل من بيتي عشان اخد صورتها وقد ايه هي سعيده بورشه عمل الكبار والصغار. فاشرف ان هذه الاحتفاليه اسعدتها جدا لدرجه بونبوني قدمناها في الفخار وشوكولاته قدمناها في الفخار وهديتها ده على الستيج بعد ما خلص المعرض. فيعني شيء خطير. طبعا انا بقولي انه كنا في العمل العام مش بس الثقافي فبالطبع كان قناصل احنا بنروح رحت كتير احتفاليات بيسموها الفاتح من سبتمبر رحت كتير يعني دي اكثر من فعاليه بتاعت اليوم الوطني للبنان دي كانت من شهرين الاخرانيه فشيء جميل. واحنا كمان بعمل توأمه انه ساعات استغل الناس دول في افتتاح معرض والحقيقه جاب افتتاح اكثر من معرض. هنا احمد خزاف الدم وزي ما كنت بحكي كانت لسه الدنيا ما فيهاش مرتبه بعد الغريب احنا دايما كنا بنبقى معاه فانا مش واقفه جنبه اتصور انا واقفه معاه جنبه جزء من الفعاليه اللي كنا عاملينها يوميها ما اقصدش بيها هلا. بصفتي كان عضو في التغيير فزي ما نشوف هنا رئيس هيئه قناه السويس السابق فرع اسكندريه وكثير من الزملاء عميد علوم السابق وده في تطوير التعليم وهوري بعد شويه ازاي المزوجه استغلت وجودي في الثقافه وفي تطوير التعليم ازاي ان انا عملت مزوجه هشوفها. ده طبعا مفيد شهاب كانت هذه الاحتفاليه بنشوف التطوير يعني ما كانتش ليها علاقه بالفن. تطوير التعليم ليه علاقه بالمواد وكمان العلميه ولكوني استاذ تربوي كان ده علاقتي بيه مش الفن بس.